امشي كذا 80 يمكن، طبيعي جدا انه يشوفك. هو جاي من سيدين كذا من جنب وعاكس، وانا جاي من هنا امشي سيد واحد رايح جاي، فهو قاعد يناظر الجهه الثانيه. طبعا هو كبير بالسن وموت اللي معه نظيف، في ناظر ودد سن بس محافظ عليه وعايش حياه الخطر، مغامر بحياته. قاعد يناظر يسار للخط اللي اصلا رايحين كذا، ايوه يعني المفروض يناظر يمين عشان هم جايين، شوف اللي جايين ايه. وقاعد يناظر اللي رايحين، ما في احد، قطع على الشارع ويمشي ناظر كذا. انا احس الرجال شايفني، اشوف راسه والله ناظر كذا، يا ولد يا ولد الشايب يا هو يا بل. الف يمين والرجال داعس، الف منه يمين ويدعس واضربه من قدام على الصدام. هو عاكس هو جاي عاكس من الحاره، ايه صح، الحاره اللي جاي منها داخل عاكس من الحاره جاي، ودب واضرب. اول ما نزل علي قلت الحمد لله على السلامه يا والدي، ان شاء الله ما تشوف شر. كانت ما تشوف انا ابوك لا يا شيخ لا الله يرحمه الحين قد تخرجنا، كانت ما تشوف تحول بس لا بالله. الحين ما عاد افكر في الحادث، افكر كيف اتخرج. ما ناط انا طالع في نص الخط، قلت هو ذي المشكله، هذه اللي احنا نبغى نتكلم عنها، انا طالع في نص الخط. هو يبغى يقول انا في نص الخط ما تشوفني، قلت انت طالع على الناس بالخط يا وادي ما يصير كذا، انت اللي قاطع من الشارع. قال لا، قلت ابد خلاص ان شاء الله يجي نجم ويحل المشكله. ادق على اخوي يجي طال عمرك والموتر باسمه، وشوي للوالد جاي وشوي للاخوان جايين، اجتمعوا ما شاء الله وتجمع عنده 30 موتر كله ما شاء الله من ربع عيال وعيال عمه واحفاده ما شاء الله. فكلهم قاعدين يقولوا له ترى الخاطر اي انت غلطان، اجتمعوا كل ذولي اي والله فرصه لو سوى عزيمه للعائله والله. يقول لا انا الخطا، اسمع انا هم يقولون له خذ صالح انت وياه، معطهم 1000 صدمه بسيطه 1000 ولا 1005. قال لا الخطا عليه، هذا متهور، هذا بيذبح المسلمين. لا دخل في عيني والله. ويجي نجم قال يا والدي الخطا عليك 100%. قال سم جزاك الله خير، ياخذ ورقه. هذا